محمد الغراس، رئيس جماعة المنصور عن حزب الحركة الشعبية، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. كنشكركم على الاستضافة وعلى الاهتمام ديالكم بالجماعة ديالنا. جماعة ديال المنصور في سنة 2015 حظات بواحد العناية خاصة من طرف سيدنا الله ينصرو، حيث أنها شملها البرنامج ديال البي دي اس كا، بلان ديفلوبمون استراتيجيك ديال القنيطره، يعني برنامج ديال التنميه الاستراتيجيه ديال القنيطره اللي تم التوقيع ديالو امام النظر السامي من طرف واحد العدد ديال رؤساء الجماعات، ومن بينهم رئيس جماعه بن منصور انذاك الحاج العربي الغراس. وهذا البرنامج هذا كيشمل واحد العدد ديال الطرقات ديال البنيه التحتيه في جميع المجالات. للاسف انه كنعرف واحد الوقيته يعني تاخير ما بين 2015 حتى 2019، وذلك نظرا لعدم الاستقرار ديال الجماعه. الكل تيعرف انها جماعه عرفت واحد يعني شويه ديال عدم الاستقرار، حتى انه تعاقب على الرئاسه ديالها اربعه ديال الرؤساء من 2015 حتى 2019. ولكن الحمد لله فاش تولينا الرئاسة هذه واحد العام ونص، استطعنا اننا يعني نتداركوا هذاك التاخير اللي كان. وراه الاغلبيه ديال الدواور الا مشيتو شفتوهم الحمد لله طرقان الان، تقريبا ما كاينش شي دوار اللي ما وصلاش، يعني بقاو لينا واحد المجموعه ديال الدواوير اللي كيعانيو. راه حنايا كنشوفوا واحد الميزانيه مع الجهه ومع المجلس الاقليمي، حنا حددناهم وحتى هما باش يولي الاستفاده من البنيه التحتيه الطرقيه شامله، ما غيبقى ان شاء الله حتى شي دوار اللي ناقصه شي حاجه. كذلك البنيه التحتيه الصحيه كنا كنتوفروا على مستوصف واحد ودار ديال الولاده، دابا الحمد لله غيولي عندنا مستوصف في معيزات، راه هو وجد بواحد المواصفات اللي هي يعني مهمه وجميله. كنتسناو فقط تفعيل ديال اتفاقيه الشراكه مع وزاره الصحه باش نجيبوا الاطر الطبيه والشبه الطبيه. غيكون عندنا كذلك سبيطار واحد اخر اللي في الدوار ديال ولاد محمد، بالاضافه الى مستوصف جديد ودار ولاده جديده في المركز. هذا ناهيك على كاع الاصلاحات ديال المدارس الحمد لله اللي تصلحوا، كذلك واحد العدد ديال الاشياء اللي تنقوموا بها يعني مع المجتمع المدني ومع الساكنه في اطار كل ما هو اجتماعي، يعني دعم التمدرس، دعم يعني الناس المساكن اللي مراد بهذا الشيء ديال السكري والدياليز هذا، دعم واحد العدد ديال الانشطه الثقافيه ديال الشباب. هذه الجائحه ديال كورونا راكم شفتوا المجهودات اللي قامت بها الجماعه ديالنا، واللي كانت مبادره وسباقه على المستوى الوطني ماشي فقط على المستوى ديال الاقليم، والحمد لله لم تسجل لدينا اي حاله الى حد ساعه. كذلك كاين ورش مهم للناس ما تشوفوش اللي هو الاصلاح ديال الاداره ديال الجماعه، يعني عجينا كاين واحد العدد ديال التوصيات ديال التقرير المجلس الاعلى الحسابات، واللي حنا كنحاولوا ننزلوها. كي دار لي ان الناس المواطنين بداو تلمسوا انه كاين تغيير وكاين تحسن في الاداء ديال الجماعه، من جهه اخرى نزيدوا نقربوا الخدمات للمواطنين في الجماعه. فدرنا ملحقه اللي كنديروها دابا في الدوار ديال المعيزات، هي مجهزه ناضيه حتى من الناس الموظفين اللي غيخدموا فيها، راه القرارات ديالهم داروا، كنتسناو فقط انه يجينا قرار الفتح من المصالح الاقليميه باش الناس. هاد الدواور اللي بعيده كان كيجي الناس مساكن بعيد ب 20 كيلومتر، يجي على وديت العقد ازدياد ولا على وديت واحد ليغاليزاسيون، هاد الشيء هذا غيولي يدار عندهم وقريب ليهم. وحتى الموظفين اختارينا موظفين اللي هما كيسكنوا في هذيك المناطق نيت مراعاة يعني للحاجيات الاجتماعيه. طبعا الجماعه راه مازال محتاجه واحد العدد ديال الاشياء اخرى. كنسمعوا دائما جماعه بن منصور جماعه غنيه، كاين جماعه غنيه راه تراب الجماعه اللي غني، راه الناس ديال الجماعه الفلاحه الكبار اللي فيها والتجار الكبار اللي فيها غنيين، ولكن الجماعه كجماعه كمؤسسه ترابيه راه يلاه هذا العام درنا 200 مليون ديال الفائض. وهذا الشيء هذا علاش؟ لان واحد العدد ديال الاشياء اللي هي خصها تكون في اسم الجماعه مازال ما تسواتش الوضعيه ديالها. حنا تنقوموا الان بالتسويد، مثلا كتشوفوا الحوانت والقهاوي وواحد العدد ديال الاشياء اللي كاينين في سوق الحد، هذوك راه يلاه كنسويو لهم الوضعيه ديالهم. الناس ديال ولاد زيان اللي هما يا الاراضي ديالهم تم استغلالها في واحد العدد ديال البنايات والمرافق العموميه منذ سنين مازال ما تعوضوش، دابا حنا الحمد لله جينا وفرنا لهم الفلوس وراه هي في الصندوق ديال الجماعات السلاليه. الاجراءات ديال تسجيل وتحفيظ ديال ديك الاراضي هي تقريبا على وشك الانتهاء، وكذلك السكان ديال ولاد زيان انا كنقول لهم هنيئا لكم، راه قريب ان شاء الله ماشي بعيد غادي توصلوا بالمستحقات ديالكم لسنين وانتم كتسناو انكم تاخذوها.
فيما يخص المستقبل ديال بن منصور، انا تايبان لي مستقبل بن منصور ماشي في الفلاحه فقط، ولكن في الفلاحه وفي يعني تدعيم النشاط التجاري ديال سوق الحد ولا الجلول، وكذلك في انشطه اخرى اللي غيكون عندها واحد الطابع سياحي وتجاري وعقاري. كاين الناس كنسمع بزاف الهضره على سوق الحد ما غيبقاش في الجماعه، هذا غير صحيح. انا اؤكد هذا الكلام، سوق الحد هو واحد ماشي سوق فقط، سوق الحد هو موروث ثقافي، هو موروث تاريخي، هو يعني هويه ديال هذيك الجماعه. هو سوق الحد هو ملك لقبائل المناصره كلهم، ولكن هو ديال جماعه بن منصور وخصو يبقى في جماعه بن منصور. فقط خصنا نحسنوا الطريقه باش كنشتغلوا، باش ما يبقاش يعني انتم تتشوفوا للاسف ديك الظروف الصحيه غير ملائمه، واحد العدد ديال الوسخ الى اخره، النظام ما كاينش. حنا بغينا نديروا سوق جديد بمواصفات جديده، غيبقى في الجماعه ديال المنصور ماشي بعيد من البلاصه اللي هو فيها الان، باش نحفظوا المواطن ديالنا كرامته، باش نحفظوا التجار ديالنا كرامتهم، باش نسهلوا عليهم الولوج للسوق، انهم يسهلوا عليهم يبيعوا ويشريوا السلعه ديالهم في واحد الظروف اللي هي ملائمه ومناسبه واللي كتحترمنا وكتحترم الجميع. يعني طبعا ملقبتين ما كاينش اللي ما تيعرفوش، ماشي غير في القبيله ديالنا، ولكن حتى يعني المستوى الاقليمي ولا المستوى الوطني كذلك. صحيح انه الضريح الولي الصالح سيدي محمد بن منصور كاين في تراب الجماعه الترابيه اللي سميتها سيدي محمد بن منصور، ولكن هو كذلك موروث ثقافي وديني ديال القبيله كلها اللي كتمتد من القنطره ديال وليد برجال حتى القنطره ديال سقمط الى بعض الدواوير الاخرى اللي في المقران وغيرها اللي كيتواجدوا فيها الناس ديال المناصره. هاد السنه هادي غيكون صعيب جدا اننا نحييو هذا الموسم هذا بسبب الجائحه ديال كورونا، وكنشوفوا انه سيدنا الله ينصرو اعطانا كذلك المثال، لانه حتى احتفالات ديال عيد العرش المجيد تم تاجيلها بسبب هذه الجائحه. فلهذا هذا العام هذا ما خصوش يكون، ولاني خصنا كناس ديال القبيله الجماعات ديالنا بثلاثه، يعني مناصره سيد محمد بن منصور وبن منصور، خصنا نديروا يدينا في يد بعض باش نرجعوا البريق ديال سيدي محمد بن منصور ديال ملقبتين، ونديروه في حله جديده، حله مزيانه نقيه مضبوطه منظمه الى اخره، ابتداء من السنوات القادمه ان شاء الله. راه حنا توحشنا نمشي ووليداتنا مكرانا مشاو هما يلعبوا في هذاك الالعاب ويشوفوا داك الشيء اللي كنا كنعيشوا حنا كاملين، ويشوفوا التبوريضه، واحد العدد الاشياء اللي ولينا كنفتقدوها، وللاسف وليداتنا دابا خصوصا الصغار ما شافوها شيء، وهذا واجب ديالنا اننا نوريهم اليوم ويعيشوا نفس داك الشيء اللي عشناه.